عندما نحذر إنما نحذر ونحن على يقين أن شعب الفلسطيني لن يمرر هذه المؤامرات، وبالتالي كل الخيارات مفتوحة، وعلى الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية أن يتحملوا النتيجة التي هم صنعوها بأيديهم. من حقنا أن نقاوم الاحتلال، ومن حقنا أن نقاوم الصفقة، ومن حقنا أن نقاوم كل من يحاول شطب وجودنا وشطب قدسنا وشطب لاجئينا وشطب أسرانا وشطب مقدساتنا. هذا حقنا في مواجهة كل من يعادينا. يريد منا ترامب أن نوقع له على ضياع فلسطين، خسئ وخسئ من حوله. لا يمكن أن يقبل فلسطيني واحد ولا أردني واحد أن يتنازل عن شبر من أرض فلسطين، ولا أن يتنازل عن القدس، ولا عن حق العودة، ولا عن حدودنا، ولا عن دولتنا، ولا عن أرضنا. دولتنا فلسطين من البحر إلى النهر، وعاصمتها القدس بإذن الله هي عاصمة الشعب الفلسطيني، وهي عاصمة للعرب جميعا وللأمة الإسلامية. وهذه المؤامرة صفقة القرن، صفقة العار، صفعة على وجوه الخونة، هذه لن تمر، لأن الشعب هو الذي يسقطها، ليس الحكام ولا من وافقوا عليها. هذول أوت برا، الشعب هو اللي راح يسقطها. الشعب ما دام وقف وقال لا، هاي فلسطين ملك الشعب الفلسطيني، من هو له القرار أن يبيع ويقيم ويحط فيها؟ من هو الذي يوافق على صفقة القرن يطلع برا؟ ما له علاقة، مش منا. الشعب هو اللي بحررها، الشعب العربي الحر هو اللي بوقع من أجل تحرير فلسطين إن شاء الله رب العالمين، من البحر إلى النار. والقدس موحدة بشرقها وغربها ستكون عاصمة فلسطين بإذن الله. الكلام اللي قاله جلالة سيدنا ابن عجبي وهو رفض لصفقة القرن، وما قاله أبو مازن الذي لابد أن نشكره على هذا الموقف البطولي، ونقول لترامب أن هذه الصفقة لن تمر، وبصمود الشعب الأردني والشعب الفلسطيني